شرح النهارده عبارة عن لكل واحد بيبتدي طريقه لسه في المحتوى، ولسه كل واحد بيبتدي اللي هو في التدوين، ولسه كل واحد بيبدأ يبقى يوتيوبر ولسه في البداية خالص. كل واحد من الناس ده يا جماعة بدل ما يخش في جوجل ادسنس ويخش ماشي، جوجل ادسنس شركة كويسة تمام، انها مش شركة جوجل، فهي شركة كويسة، ولكن دفعاتها بتبقى صعبة وقليلة جدا في البدايات، بالذات في أول سنة بالذات. فعشان كده الناس اللي مش عايز تستنى أول سنة دي او عايز تطنش جوجل ادسنس نهائيا، زي ما في ناس كتير قوي عامله، يعني جوجل ادسنس قليل قوي اللي عاد ناس بتستخدمها غير الناس القديمه قوي في جوجل ادسنس، زي المحترف وحوحو الناس دي كلها، دول بيستخدموا جوجل ادسنس من زمان، بقالهم سنتين وثلاثه واربعه. اما الشركات الجديده صعب قوي ان هم ينتقلوا لشركات جديده، حتى لو كده كده هتجيب لهم ارباح مضاعفه لجوجل ادسنس، ولكن صعب جدا ينتقلوا من شركه جوجل ادسنس لشركه ثانيه. تمام، الناس بقى اللي لسه في البدايه اللي مش فارق معاهم، هما دول اللي احنا نتكلم عنهم النهارده، اللي هما زي لسه. تمام، مثلا كل شركه من شركات الاعلان زي ميلو ادز وادسنس وبروبلر ادز واي شركه اعلان، او معظم يعني الشركات بتتطرق ليه، او يعني بصوا يا جماعه، الشركات الاعلان اللي ليها اكتر من ليها اكتر من نوع اعلان، ليها بانر وليها اكتر من نوع بانر، وليها بوب اندر، وليها الشركات في لها كذا نوع من الاعلان. معلش الكلام ملخبط شويه ولكن هتفهموني بسهوله. اللي ليها اكتر من نوع من الاعلانات، اللي هو البانرات والبوب اندر والانترستيتال والاعلانات الكتير اللي بتبقى فيها دي، كل شركه فيها اكتر من نوع ده بتظلم اعلانات، يعني بتدي مثلا للبانر سي بي ام عالي وفلوس عاليه جدا للبانرات، وبتظلم البوب اندر، بتدي فلوس عاليه للبوب اندر وبتظلم البانر. عشان كده الناس اللي بتستخدم شركه اعلان واحده في الموقع بتاعها بيتظلموا، وبتبقى الارباح بتاعتهم ضعيفه جدا. فكرتي النهارده ان احنا نستخدم ثلاث شركات اعلان، هنستخدم ثلاث شركات اعلان، كل شركه من دول بتتطرقوا لنوع واحد بس من الاعلانات، يعني شركه نوع واحد بانر، وشركه نوع واحد بوب اندر، وشركه لقيتها بتدي اعلانات بشكل جميل كده، وبرده السي بي ام بتاعها يعني هو كويس، ولكن يعني مش هتاخد لك مساحه، ولكن هي يعني هتفهموا ده بعدين لما اجي اشرح الشركه، يعني هي شركه جميله جدا الصراحه. تمام، اعتقد انك فهمت يعني الفكرة. الفكرة ان احنا نشرح ثلاث شركات اعلان، كل شركة فيهم بتدي نوع واحد بس من الاعلانات، فكده انا بضمن لك اكبر ربح ممكن تحققه من شركات الاعلان باقل عدد من الزوار، بما ان الزوار هيجوا لك مثلا 50 او 100 زائر يوميا، هيجيبوا لك برضو ربح كويس. تمام، تمام، نبدأ بقى في اول شركة اعلان. اول شركة معانا هي اي ادز، اتشرحت 100 مرة قبل كده والناس كتير شرحتها، انا بشرحها بس النهاردة لان انا لقيتها هي افضل شركة انا حاليا بستخدمها في مدونتي، ولكن هي افضل شركه انا شفتها لحد دلوقتي بتحط بانرات. تمام، بانرات جميله جدا زي ما انتم شايفين، بانرات جميله جدا، ممكن تحط اكتر من 30 40 بانر في الموقع بتاعك عادي، يعني هي الصراحه شركه ممتازه جدا. وعشان ما نطولش على الناس نخش في شرح الشركه على طول. تمام، ادي الشركه وادي واجهه الشركه، هنضغط على ساين اب. تمام، هنا بتكتب اليوزر نيم اللي انت عايز تخش بيه في الشركه، وهنا الايميل بتاعك، وهنا البيتكوين ادرس. تمام، بصوا يا جماعه، الناس كتير اللي عندها مشاكل في البيتكوين تابعوا معايا بسرعه الشرح. هتخش على موقع اسمه بيتكوين واليت، لا اسمه بلوك تشين، بلوك تشين. تمام، بلوك تشين، بيفتح لك الصفحه دي بس كده في جوجل، بتفتح لك الصفحه دي هتلاقي هنا اسمها بيتكوين واليت، تخش عليها. تمام، بتعمل created a free bitcoin wallet. تمام، وبعد كده بتنقل البيانات، ايميل باسورد مش عارف ايه، وبعد كده بتعمل دي وبتضغط كونتينيو، بيبعت لك ايميل في الانبوكس، وبعد كده بتعمل لوجين. تمام، هتكتب هنا الاي دي والباسورد اللي هيديهم لك في الرساله. تمام، والباسورد طبعا انت كتبته، وهتعمل ساين ان. تمام، وبعد كده هتفتح لك الصفحه دي وتعمل ستارت ريسيفنج بيتكوينز. بالظبط، هتفتح لك هنا الصفحه دي، هتضغط بس ضغط هنا، ده الادرس بتاعك، هتاخده كوبي، بعد كده ترجع هنا وتحطه بيست. تمام، وتشيل الحته اللي في الاول دي. تمام، بس تمام بالظبط، هيبقى كده هو ده الادرس بيتكوين، وتكتب الباسورد وتعمل اكسبت وتعمل ساين اب، وهيبعت لك طبعا رساله على الانبوكس، وتعمل بعد كده ترجع هنا تعمل ساين ان. تمام، هتكتب اليوزر نيم والباسورد وتعمل ساين ان. تمام، فتح قدامك عادي خالص، وكده الادرس بتاعك اتسجل، وهتجيلك الفلوس على حسابك هنا. تمام،
اقل حاجة للدفع هنا واحد، يعني واحد من هو الرقم ده. انا يا جماعة تمام، انا لسه يعني خلاص قربت. يعني طبعا الموقع ده موثوق فيه 1000000%، وما تقلقوش من اي حاجة، الموقع ده تمام. واعتقد انه بيقبل الزوار من موقع الزوار، اعتقد انه بيقبل. عشان تحط اعلانات في الموقع هتضغط على ايرن بس، وتكتب وتحط هنا النوع الاعلان اللي انت عايزه. عندك اكتر من 50 نوع بانر، وهنا كده. وبعد كده طبعا هنا بانرات بس تمام. وبعد كده بتعمل هنا السايت، وبعد كده بتضغط على تو بيت كوين ادرس ولا تو يوزرز اكونت، هتسيبها تو يوزرز اكونت. بعد كده تعمل كريت اد يونت تمام. ادي الشفرة بتحطها في التخطيط عادي جدا، ومبروك هيظهر لك الاعلانات زي ما ظهر عندي كده تمام. عشان ما نتأخرش بس كده في الشرح، عشان ما يبقاش 15 دقيقة ويعدي، فهنخش في تاني شركة معانا. يبقى احنا كده اتكلمنا عن شركة اي ادز، وهي افضل شركة بتدي بانرات. يعني البانرات دي يا جماعة على فكرة، البانرات دي للموبايل ادز ولل ديسكتوب ادز، يعني تنفع للموبايل وبتنفع للديسكتوب تمام. عشان ما حدش يقول اللي هو ما عملش اعلانات للموبايل تمام. بوب كاش، بوب كاش من افضل الشركات اللي انا شفتها لحد دلوقتي بتدي اعلانات بوب اندر تمام. هي طبعا هي وشركة سي بي ام او زد، اللي هي اخر شركة اعلان انا شرحتها. لكن بوب كاش شركة جميلة جدا يا جماعة، انصحكم طبعا تستخدموها، جميلة جدا. ونيجي هنا نضغط على ريجستر عشان نسجل في الشركة تمام. زي ما انتم شايفين حاجات بسيطة جدا، يعني الفول نيم، اسمك الكامل، واليوزر نيم اللي عايز تخش بيه. وبعد كده بتعمل لها الايميل، وهنا باسورد، وبتعيد الباسورد، وتكتب رقمك. يعني مش لازم يكون رقمك، لانه مش هيبعت لك رسالة. وهنا بتحط البلد، يعني مصر او اي بلد. وهنا بتختار اي حاجة، يعني الياهو مثلا، وبتحط ايميلك بتاع الياهو. بعد كده هنا بتعمل ايميل ريبوت، وهنا بتضغط على دي وبتحل طبعا اللي بيقول لك ده كده مثلا، وبتضغط على ريجستر تمام. وبيبعت لك رسالة في الانبوكس، وبعد كده ترجع تعمل لوج ان تمام. هنا تكتب الايميل والباسورد، يعني مثلا الايميل، او تكتب اليوزر نيم والباسورد، بلاش الايميل عشان مش هيخش تمام. وتعمل لوجن تمام. زي ما انتم شايفين هو كده فتح معانا الويب سايت بتاعك. هيقعد فترة لحد ما يتقبل طبعا، بيقبل بلاجر وبيقبل اي حاجة، لكن هيقعد برضو يعني يوم او يومين لحد ما يتقبل. هتضغط على اد نيو ويب سايت عشان تضيف الويب سايت بتاعك. بتحط هنا الويب سايت، وبعد كده هنا بتحط التخصص بتاعك، ودي بتعملها ديس الاو تمام. وبعد كده بتعمل اد ويب سايت وبيتضاف تمام. هيبقى في الاول بيندنج، وبعدين هيعمل ابروفد. عشان نجيب الكود هنعمل جيت كود، وبتختار هنا السايت وبتعمل جيت كود بكل البساطة دي يعني، وبتعلم بس عليها كده، وبتحطها في التخطيط عندك عادي جدا. هنا بيقول لك اد تو بلاجر مباشرة، لا يعني الافضل انك انت تاخدها وتحطها عندك في التخطيط عادي جدا. وهنا الريفرال بتاعه ده تقريبا كان بيدي 10% على كل ريفير. وهنا البلانينج، عشان بس نقول لكم طريقة الدفع. عندك طرق الدفع 3 حاجات، عندك باي بال وبيزا وباكسم تمام. بتهيألي ان اقل حاجة للدفع هي 10 دولار، ثواني 10 دولار تمام. اقل حاجة للدفع هي 10 دولار. شركة ممتازة يا جماعة والله. ونخش في الشركة اللي بعد كده، واخر شركة معانا النهاردة اسمها باي كليك. دلوقتي يا جماعة احنا شرحنا اول حاجة اي ادز، شركة اتشرحت قبل كده، وشرحنا شركة حصريا على قناة اربز تيوب بوب كاش، وشرحنا شركة حصريا على قناة اربز تيوب اسمها باي كليك. باي كليك دي بتقدم لك نوع من الاعلانات، اعتقد انك قليل اوي لو كنت شفت النوع ده، ولكن هو موجود على بعض المدونات المشهورة، موجود على بعض المدونات المشهورة اللي انا شفتها قبل كده. ولكن الصراحة عجبني اوي شكل الاعلان، هوريكم شكل الاعلان بس كده قبل ما نبدأ. شكل الاعلان بيبقى شبه ده كده يا جماعة تمام، اللي هو الاعلانات بتبقى مربعات تحت كل تدوينة كده. شفتها عند مدونة المحترف، وشفتها في اكتر من تدوينة. عملت ريفرش كذا مرة بحيث ان يعني اشوف في اعلانات اباحية في الموقع ولا لا، ما لقيتش اي اعلانات اباحية، ومعظم اعلاناته مكررة تمام. بيدي سي بي ام كويس الى حد ما، يعني انا خدته عشان يعني خدت الشركة دي بحيث ان هي شكلها كويس، اعلانات شكلها مميز شوية، عشان تبقى يعني المدونة مميزة شوية. فانت هنا بس التسجيل فيه سهل جدا، تكتب هنا الايميل، وهنا باسورد وباسورد، وبعد كده تسيب دي فاضية لو ما عندكش سكايبي، او سكايب لو ما عندكش سكايب سيبها فاضية. وبعد كده بتعمل دي، بعد كده بتعمل ريجستر، وبعد كده بيبعت لك طبعا رسالة على الايميل، وبعد كده بترجع هنا تعمل لوجين. انا هعمل لوجين
عشان انا مسجل قبل كده طبعا، وهنا ايميل وباسورد بتعمل لوج ان بكل دي البساطة يعني. تمام، بيفتح لك على السايتس على طول، انت هتخش على الداشبورد عشان نشوف شكلها. طبعا دي الداشبورد لسه، طبعا لسه الشركة دي شايفها النهاردة يعني، لسه حاطط البانر اللي هو البانر بتاعها ده النهاردة. تمام، نخش بس عشان نجيب السايتس، عشان نضيف السايت. هتعمل هنا اول حاجة هتعملها اد سايت، تمام، بيقبل السايت بتاعتك في نفس الثانية، فانت هتعمل اد سايت يعني مش عايز اشيلها يعني. المهم هتعمل اد سايت واظهر لك القايمة دي بالظبط، تمام، عشان تضيف اعلان يعني. هتعمل اد سايت وهيتضاف عادي جدا، عشان تضيف اعلان يظهر لك القايمة دي بالظبط. هو الاعلان بتاعه اسمه ويدجت سيتنجز، اللي هو ويدجت اعلانها نوعه اسمه ويدجت، تمام، اللي هو شبه النوع ده اللي انا وريتهولكوا ده. تمام، هنا مش هتغير في اي حاجة في الاعلانات، انت هنا بس هتكتب اسم الاعلان، وهنا هتسيب كل حاجة فاضية، تمام، هتسيب كل حاجة فاضية. حلو، هتسيب كل حاجة فاضية هنا 5، وتسيب كل حاجة فاضية زي ما هي يعني، ما تلعبش بأي حاجة من الإعدادات دي. هتعمل سيف، بعد كده هتضغط على HTML كود. لو ما ظهرش معاك الكود هنا هتعمل بس كده، خش على سايتس يعني. انت مثلا اول ما بتبدأ بتضيف السايت بتاعتك، وبعد كده بيقول لك ضيف الويدجت، هتضيف وهتعمل كل حاجة وتعمل سيف، وبعد كده هتخش على HTML كود ومش هتلاقي الكود، هتخش هنا اهو، وبعد كده هتجيب السيتنج ده اهي، بعد كده تجيب السيتنج بتاع الاعلان نفسه، ثواني، السيتنج بتاع الاعلان نفسه عشان دي مشكلة واجهتني، وتنزل تحت وتضغط على HTML كود وتاخد ده، تمام، عشان اوريها لكم برضو، عشان برضو غلطت فيها قبل كده. تخطيط عشان ما حدش يتلخبط، تنزل تحت يعني في المكان انا حطيتها مثلا هنا مثلا يعني، تعمل اضافة اداة، تمام، وتجيب HTML and JavaScript وتضيف دي بالظبط كده، هتضيف ده كوبي وتحطه هنا بيست، تمام، وتمسح الزيادات، وبعد كده تنزل تحت وتاخد ده كوبي وتضيفه، تمام، وتضيفه هنا، وبعد كده تعمل حفظ وبيظهر زي ما انا ظهره عندي كده بالظبط، كده بالظبط، تمام. ودي كانت تالت شركة معانا النهاردة. اعتقد كده يا جماعة ان الشرح واضح والشرح مفهوم وسهل، وان يا جماعة يعني ملخص الشرح والاستراتيجية بتاعت النهاردة انها ببساطة ان كل شركة اعلان بتتميز بسي بي ام عالي حاجة واحدة بس، تمام، فانا جايب لكم تلات شركات اعلان كل شركة فيهم بتتميز بسي بي ام عالي لحاجة واحدة، واحنا نستخدم السي بي ام العالي للحاجة واحدة دي بس يعني. مثلا اي ادز بتتميز بسي بي ام عالي للبانر، احنا نستخدمها للبانر للهاتف وللديسكتوب او ليه يعني اللابتوب والكمبيوتر العادي، تمام. وشركة الشركة التانية اللي اسمها بوب كاش، شركة بوب كاش بتتميز ببوب اندر، وشركة طبعا سي بي ام او زد يعني لو عايزين تستخدموها، ولكن سي بي ام او زد بوب اندر برضو، تمام. فبوب كاش لو عايزين تستخدموها، عايزين تستخدموا سي بي ام او زد او بوب كاش يعني الاثنين واحد عادي براحتكم، ولكن يعني بوب كاش انا قلت اشرحها النهارده يعني، طبعا ما بتقلش قوه عن سي بي ام او زد، ولكن يعني انا قلت اشرحها النهارده بحيث انها تبقى حصريا يعني. المهم فشركه بوب كاش هي من افضل الشركات اللي انا شفتها في البوب اندر، وهي شركه متميزه جدا في السي بي ام عالي برضو، من $10 ل $15، السي بي ام كويس جدا. و شركة باي كليك هي من افضل الشركات اللي بتطلع نوع اعلان جديد انا اول مرة اشوفه الصراحة، تمام، هم دول افضل، وبتدي سي بي ام من $2 ل $7، تمام، سي بي ام كويس جدا للنوع الاعلان الجديد ده. وبس كده، واتمنى يكون الشرح عجبكم، وكان معكم مصطفى من قناة عرب يوتيوب، وشكرا ل 2500 مشترك، 2500 صديق، 2500 صاحب، شكرا لكل الناس اللي بتكلمني على صفحتي على الفيسبوك، شكرا لكل الناس اللي بتطلب مني شروحات جديدة، وشكرا لكل الناس اللي بتديني شروحات، فأنا بشكركم جدا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.